صباح الخير على نوش الهادي. اليوم السابع، اسكندرية كأنها أوروبا. يعني طريقتنا صباح اليوم على مشهد بديع في محافظة اسكندرية، مشهد خلاب. اسكندرية بتكسو تماما، يكسوها التلج. زي ما احنا شايفين تراث من التلج ما زالت محتفظة بشكلها حتى الآن. احنا موجودين حاليا في منطقة المنشية في وسط اسكندرية. وسط اسكندرية تحديدا كان فيها كميات كبيرة من التلج صباح اليوم. زي ما احنا شايفين يعني كان المواطنين هنا في اسكندريه فرحانين بالثلج، وبيقولوا انها كانها اوروبا، بيلتقطوا الصور التذكاريه ليها. وفي عاده يمكن قالها لنا دلوقتي احد المواطنين من كبار السن ان هم بيستنوا الثلج ده كل سنه. زي ما احنا شايفين في ناس بتلتقط الصور التذكاريه بجوار الثلج. احد المواطنين قال لنا ان الثلج ده خير وبركه وجاي من السماء، لازم يعني بندعي بأي شيء بنطلبه. زي ما احنا شايفين التلج يتبارك بيه أهل اسكندرية وبينتظره كل عام. الحقيقة زي ما احنا شايفين يعني الأمطار بدأت تتساقط بغزارة حاليا. كرات التلج ما زالت محتفظة بشكلها حتى الآن في محافظة اسكندرية. أمطار غزيرة حاليا على وسط محافظة اسكندرية. التلج موجود زي ما احنا شايفين. يمكن السبب اسكندرية زي أوروبا إن المباني الموجودة في منطقة المنشية والعطارين مباني قديمة على الطراز الإيطالي. وجود التلج أوحى بأن المكان ليس في محافظة اسكندرية ولكن في أوروبا. عروس البحر المتوسط دايما مميزة.